مساء الخير. إنجاز جديد للرياضة اللبنانية حققته لاعبة التايكواندو يلي عودتنا على تحقيق الإنجازات للرياضة اللبنانية مع التأهل للألعاب الأولمبية لليتيسيا عون، أكيد على دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، وقلة حظ لورد سلمان وري الراعي بالتأهل، وإلا كان صار عنا ثلاث لاعبين برياضة التايكواندو عم يتأهلوا للألعاب الأولمبية. مش أول مرة بيكون عنا قلة حظ باللاعبين اللبنانيين بموضوع التأهل. اليوم رح نحكي عن هيدا الموضوع مع نائب رئيس لجنة المنتخبات برياضة التايكواندو ومدرب المنتخب اللبناني ونادي المولاسال إلي إليا، مع البطلة ليتيسيا عون بالجزء الأول من هالحلقة، بالجزء الثاني البطلة ورد سلمان والبطل ري الراعي، رح يحكونا أيضا عن تجربتهم بهيدي التصفيات يلي صارت بالصين. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك أستاذ إلي. مبروك ليتيسيا. ميرسي، ثانك لاستضافتك. اهلا وسهلا فيك. بدي بلش معك كوتش، اول شيء يعني شو صار معنا؟ ليش ما الثلاثه تاهلوا؟ يعني بعرف انه كلنا كان بدنا انه ثلاثه ابطال يكونوا موجودين بالالعاب الاولمبيه، لكن اوقات في ظروف تلعب ضد اللاعب او ضد المجموعه كمجموعه. شو اللي صار؟ لا بس انبسطنا بليتيسيا، اكيد انبسطنا لورد ولري، بس ما كملت فرحتنا. استاذ إلي، انت بتعرف انه نحن بالتايكواندو قاره اسيا هي الاقوى. صحيح. يعني عندك اقوى دول، عندك كوريا، عندك ايران، عندك تشاينا، عندك كل الدول القويه هن موجودين بهذه القاره. بالنسبه لورد، ورد ربحت اول ماتش على قطر، ماتش اللي بيأهل على البطاقه، خسرته مع الاردن بفرق نقطه واحده، يعني فرق لبطه واحده. هون انا بعتبر انه في قله توفيق لورد، اكيد كان فينا نتاهل ببطاقه لا. هلا بالنسبه لري كان عم يلعب مع سليمه الايراني اللي كثير قوي مصنف، لاعب عنده خبره كثير كبيره. ري ربح اول ماتش على باكستان، وصلنا لماتش الايراني. اول جوله كانوا ماشيين مع بعضهم مزبوط، ثاني جوله بعتقد انا شوي في قله توفيق من ري، او قله تركيز، او شوي اذا بدك خبره اكثر للايراني، قدر يتفوق عليه لري. اوكي. هلا بالماتش الماتش مركز ثالث رابع، ري قدر ربح على تشاينا، على تشاينيز تايبي، وكلنا بنعرف كمان تشاينيز تايبي قديش عندهم نيفو عالي. قدرنا نحقق مركز ثالث. اوكي. وبالنسبه لليتيسيا، كان متوقع هذا الشيء ولا كمان ساعد الحظ؟ بركي بعرف انه هي بطله عندها انجازات وميداليات والقاب. ما في شك انه نحن كفريق حضرنا من فتره طويله، يعني كل الشباب، كل الفريق حضروا من فتره طويله، من اذا بدك تقريبا من 5 سنين كان في عندك رؤيه للاتحاد اللبناني لوين بدنا نوصل. والشباب كلهم كان كورونا ووقفنا ورجعنا، والشباب كلهم كانوا عم يعملوا تريننج كامب، عم يلعبوا بطولات، كمان كانوا كلهم حاضرين. كنا عم نستضيف فرق تعمل تريننج كامب معنا بلبنان، كانوا كلهم حاضرين. هلا ليتيسيا حدا اذا بدك اصراره، وانا بالنسبه لي هي كثير كلهم ديسيبليني، بس اذا بدك ليتيسيا اصراره خليها تتفوق. يعني كانت كل الوقت الماتشين اللي لعبتهم كانت كثير دوميننت، يعني على سوريا كانت دوميننت عليها، على الفلبين كمان، الفلبينيه، اللعبه الفلبينيه انا بالنسبه لي كثير ذكيه، كثير عندها خبره، بس ليتيسيا من اول الماتش لاخر الماتش كانت متفوقه عليها. يعني تخيل بماتشين ليتيسيا بس مسجل عليها 3 نقط مش اكثر. ليتيسيا اليوم وصلنا على الالعاب الاولمبيه، طوينا الصفحه. رح يتغير شيء عليك بالتحضير؟ يعني اليوم ما بدنا نذكر انه وصلنا على الالعاب الاولمبيه، بدنا نحقق نتيجه. رح يتغير عليك شيء ولا رح تضلي ماشيه مثل ما كنت ماشيه بخصوص التمرين، بخصوص التحضير، كل هدول الامور؟ اوكي. اذا انت مثل ما شفت مثل ما كنت ماشي كنت صح، لانه وصلت على الالعاب الاولمبيه. هلا اكيد رح يصير بركي سفر اكثر على معسكرات اذا بدك، بس انا البلان هلا هو حسب درسي، سو من هلا ما في اعرف، بس في اقول لك انه الاتحاد هو مستلم هيدا الشيء. في كمان استاذ رالف حرب، هو كمان عم بيلاحق من برات لبنان، عم بيلاحق ويشوف انه شو البلان اللي بيناسبني تروح على الاولمبيكس. انه اذا بدك انه رح يتغير شوي بس ما كثير، يعني بركي رح انه
نجيب انه معسكر روحه معسكرات اكثر، هذا الشيء بس رح يتغير. اوكي، كنت متوقعه انه تتاهلي ولا كنت يعني عم بيقول كوتش انه كان عندك هيدا الاصرار، بس انه كنت بتعرفي مع مين بدك تلعبي اكيد وبتعرفي شو الليفل تبعهم، كنت متوقعه انه تتاهلي ولا رايحه حاطه براسك خلص بدي اوصل؟ انا كنت رايحه رح اتاهل، حتى براسي رح اتاهل، مش حتى غير اوبشن براسي انه اذا ما بتاهل اوكي بعدين نفكر بهذا الشيء، بس انا رايحه على السفره انه انا رح اتاهل، ما بتفرق مع مين رح العب، اكيد انه كنا محضرين للاعبين رح العب ضدهم، بس هذا الشيء انه بيتغير، تنقول انا كنت محضره على اساس رح العب ضد هونغ كونغ واندونيسيا، بس وصلت لهونيك السورية ربحتها للهونغ كونغ والفلبينيه ربحتها للاندونيسيه، سو كمان انه ما في روح انه بس حضر للاعبين، انا رحت انه ركزت على حالي اكثر، انه انا لازم العب هيك ولازم اعمل هيك، واللاعبين انه اخر ثانيه اذا بدك كل شيء تغير. بس انه ايه انا كنت رايحه حاطه براسي انا رح اتاهل، واذا بيصير شيء ثاني انه بيصير. طيب. خليني اسالك سؤال بطريقه ثانيه، نحن بال 2021 كان في كورونا ووقفنا ورحنا على التصفيات وخسرنا على فرق بسيط كمان، بفتكر كنا بالاردن وما قدرنا نتوفق. تعلمت من يلي صار معك بالاردن؟ كان يعني اذا بدك حاطه بلان ا بلان بي؟ هلا ما كنت حاطه بلان بي، كنت حاطه انه خلص رايحه تربح، اكيد تعلمت من خساره الاردن لانه هيدي الخساره علمتني كثير انه ما في سكند شانس، انه هي هي انه بدي روح بدي اعطي كل شيء، ما في حد انه ما في محل للغلط اذا بدك، يعني مثل ما قال لك استاذ الي بالتو فايتس ما حدا اخذ ولا علي نقطه، بس اخذوا 3 بوينتس علي اخر ثانيه، عملت غلطه واحده يعني انا كمان اذا بتشوف بالفيديو كنت شوي ستريست قبل ما يقولوا انه خلص ربحت لانه عملت غلطه واحده، بركي هاي الغلطه الصغيره كانت كلفتني الفايت، انه كنت رحت على ثالث جوله يعني لانه هو بدك تربح 2 راوندز اوت اوف 3. هلا كم انه صرت علمت انه ما في محل للغلط بهيك بطولات انه هالقد مهمه. كوتش استعدادات يعني الالعاب الاولمبيه، نحن هلا ادار عندنا نيسان ايار حزيران تموز بدنا نوصل على على باريس، رح تغيروا البلان او يعني اليوم معلش خلينا نقول هلا عم تحكي لتيسي انه عملت غلطه باخر ثانيه يمكن هيدي في حدا لازم يكون عم بيزيد لها تركيزها عم بيدلها على انه هيدا شيء مش مزبوط، بعرف انه نحن بنروح مقطوعين من شجره يعني معنا كوتشيه وما معنا لا حدا تاني يهتم فينا لا نفسانيا ولا بدنيا وكل هيدي الامور، لانه بتعرف دولتنا يعني كنت عم بقول لك تحت الهواء انه كل واحد عم ياخذ 10,000 دولار بالشهر، بتعرف انت يعني الدوله عم بتكب المصريات كب. هلا نحن ما في شك الغلطه اللي عم تقول عنها لتيسا نحن حكينا فيها دغري بوقتها دغري حكينا فيها، ولتيسا حدا صار عندها اكسبيرينس يعني دغري بتقدر اذا غلطت كلهم عندهم يعني اكيد اكيد كلهم اكيد كلهم عندهم اكسبيرينس 100% 100%. نحن هلا التحضير للاولمبيك عندنا 4 شهور مبدئيا، لجنه المنتخبات عم تدرس خطه ورح هيدي الخطه تتناقش مع رئيس الاتحاد اللبناني دكتور حبيب ظريفي. مبدئيا لتيسيا رح يكون عندها كل شهر عندها سفره يا بطوله يا تريننج كامب، وقتها بترجع رح تكون في عندها هون استعداد بشكل مكثف كثير قوي، ورح نستضيف كل شهر كمان فرق لاعبين يكونوا عم بيعملوا تريننج كامب عندنا بلبنان. هذا مبدئيا تحضيرنا رح يكون لتيسيا لباريس 2024. عم بتقول بدها تشوف درسها اليوم، نحن هيدي دوله عم تتاهل، تواصلتوا مع جامعتها مع مدرستها انه في عندنا كا هلا؟ بعتقد مثل ما فهمت انا من رئيس الاتحاد انه هلا من بعد ما تاهلت لتيسيا للاولمبيك بعتقد رح يكونوا شوي عم يتساهلوا معها، بعتقد في بس اي اكيد يعني اذا بدك الجامعه عم يساعدوني كثير، ما فيهم يساعدوني اكثر من هيك، انه انا عم بدرس طب كمان من ميلي انه ما عم بدرس شيء ثاني، انه ما في اهمل بدرسي، انه اللي بدي ادرسهم لازم ادرسهم مثل حيلا شخص معي بالصف. هلا هن يعني اكثر من ما عم بيعملوا ما فيهم يعملوا. اي جامعه؟ اليو. اوكي. سو وكمان شلت الرجل رح يصير بالمستشفى. سو في مسؤوليه كمان علي بهيدا الشيء. يعني هن عم بيساعدوني اكثر يعني قد ما فيهم. متفاهمين. متفاهمين كثير كثير كثير. لتيسيا هلا
بعرف رح اقول لك شيء يمكن تزعلي مني، بس انا بقوله لانه بدي مصلحتك وبدنا مصلحه البلد. في كثير ناس قبلك وصلوا على الالعاب الاولمبيه وسكروا ونسيوا انه لا، لازم نضل مركزين، لازم نتحضر، صاروا يطلوا على الاعلام، صاروا كل يوم على السوشيال ميديا، كل هيدي الامور. شو رح تعملي؟ رح تضلي مركزة ولا في فريق عمل حواليك؟ قلتي لي عن رالف وفي إلي وفي رئيس الاتحاد وفي أعضاء الاتحاد. أنت شخصيا قلتي وقت جيتي على المطار أنه خلص أنا بدي رجع، بدي أجيب ميداي كمان. صح. هيدا هو الهدف؟ هلا أنا وصلت شوي مأخرة لهون لأنه كنت عم بتمرن، بس تقول لك سو تمريني هو البرايوريتي. سوري تأخرت، بس تمرين البرايوريتي من هلا للألعاب الأولمبية. وانا شخص اذا بدك انه شو ديسيبليني، انه عم بعمل عم بدرس طب وعم بتمرن، فاذا انه انا ماني من هالستيل انه خلص ما كبرت براسي. ما كبرت براسي ابدا، انه ما بعرف استاذ اللي بيعرف، ما كبرت براسي ابدا. اخذت بريك 3 ايام بس رجعت، ودخل رجعت على التمرين هلا وبس. هي هي يعني اكيد اذا بقول شيء مش بس تكب حكي، وانت بتعرف انه نحن بالتايكوندو عندنا كثير ميداليات، ونفست ضد ناس انه ربحوا ميداليات بالاولمبيكس، اوقات ربحت ضدهم اوقات خسرت فرق بسيط قليل. سو انه انا ما بدي احكي، يعني اذا بتشوف بس النتيجه فيك تعرف اذا شخص في يجيب ميداليه بالاولمبيكس او لا، يعني هو اتس سكور. يعني انه انا ما كبيتها هيك من عندي. حلو الثقه بالنفس. كوتش انت شو شايف؟ يعني اليوم بالتصفيات مش هن الاليت تاهلوا قبل، في كتار بينتقدوا بهذا الموضوع، بيقولوا انه الابطال عندهم ترتيب اول ثاني ثالث رابع خامس تاهلوا، هيدي التصفيات كانت اذا بدك ليلي ما قدروا يتاهلوا بالهيدا، وانه هيدا المستوى. بدك تسمع هيك حكي ونحن عم نسمع هيك حكي، بتعرف البلد كيف مقسوم وكيف هيدا. خبرني عن مستوى هالتصفيات، وخبرني عن اذا بعد عندهم حظوظ، يعني ري وورد اذا حدا طلع اخذ دوبينج او اذا حدا انصاب، بعد عنا امل نشوف اكثر من لاعب بالتايكوندو؟ ان شاء الله يكون عنا امل بعد مع ري وورد اذا حدا طلع دوبينج، يكونوا هن مع ليتيسيا موجودين بالاولمبيك. هلا كرمال الحكي اللي عم ينقال، قلت لك انا سبق وقلت لك انه نحن قاره اسيا، نحن اقوى قاره. اوكي. الاليت بعضهم موجودين، اوكي، اول خمسه تاهلوا، بس هن بس خمسه تاهلوا، بس والباقيين شو؟ الباقيين كمان بمستويات كثير عاليه، وهيدي التصفيات بينت قديش المستويات عاليه. كان في مباريات كثير قويه. ليتيسيا، لمين بيرجع الفضل بهيدا الانجاز اللي عملتيه؟ اهلك، ناديك، الاتحاد؟ اكيد انت مثل ما عم تقولي ديسيبليني وملتزمه بالتمارين وخلص اخذتي هيدا الطريق، بس انه في ابطال غيرك كانوا يمكن بالتصفيات معهم فريق عمل طويل عريض. اوكي، انا بقول لإلي انه انا وصلت لوين وصلت من ورا، يعني اذا بدك استاذ رالف حرب. هو اول شخص، يعني هو دفشني من الاول، هو كان ماي كوتش بس كان عمري 13 سنه لهلا. اوكي، وفي كثير اوقات كان بدي وقف انه اي لوست موتيفيشن من ورا انه كمان وضع البلد اذا بدك انه ما بيساعدونا بشيء، انه ليه عم بعمل شو عم بعمل. مش عم يساعدوك بشيء، ما انا قلت هلا انه المصاري على الطريق عم بكبوها الدوله. فاستاذ رالف حرب واستاذ حبيب ظريفه هن يعني عن جد اذا بدك يعني هن وصلوني لوين وصلت، واكيد اهلي داعميني من كل النواحي. يعني ناديكي شو قدم لك؟ كمان النادي انه كل شيء، انه التمرين وال يعني النادي اذا بدك كثير سبورتيف، يعني ما في شيء، يعني كل شيء فيه يعمله عم بيقدمه. يعني ما في اطلب شيء زياده من ولا من النادي ولا من الاتحاد ولا من اهلي، يعني كل شيء عم بيعملوه اتس انف. التحضير اللي كنت عم تعمليه كان انت عم تدفعي تكاليفه ولا كان في سبونسر ولا كان في نادي ولا كان في اتحاد؟ هلا الاتحاد كان عم يساعد قد ما فيه. اوكي، بتعرف كمان الاتحاد انه عنده غيرك؟ اكيد عنده غيري، وما عنده انه ما في كثير سبونسرز. اوكي، وبي كان عم يساعد بالباقي. خليني اشوف انا وياك والمشاهدين فيلم تتويجك. هيدا الفيلم كتار شافوه، كمان شفناه نحن عبر شاشات تلفزيون.
بدنا تخبرينا شوي هون، هيدا مين اللي كنت عم تلعبي ضد؟ اي جيم هيدا؟ هيدا ماتش التأهل كنت عم بلعب ضد الفلبين. اي كان اصعب جيم عليكي؟ هلا اثنيناتهم كانوا، ما كنت عم فكر هيدا صعب هيدا مش صعب، اثنيناتهم كانوا فيري بس اي حسيتي حالك تعبانه فيه او ولا واحد؟ ولا واحد، ولا واحد. اثنيناتهم كانت كثير فوكست، يعني ما حسيت بالتعب، ما فكرت بالتعب حتى. كوتش، بهيدول اللحظات هيك انتو شو كنتوا عم تحسوا انت وورد ووري؟ كنتوا معه وما بعرف مين كان بعد معكم بالباسه؟ فرحه كثير كبيره، يعني ما كنا، يعني انا بالنسبه لي على طول عندي امل، وكنا رايحين من هون كان عندنا امل انه لازم نحقق شيء، وحققنا شيء بلحظتها. حلم وتحقق. يعني هول الشباب قدروا فرجوا صورة مشرفة للبنان. لبنان بعده موجود بالمحافل الدولية بالرغم من كل شيء نحن عم نقطع فيه، من ظرف اقتصادي، من ظرف أمني. قدروا حققوا حلم، عن جد حلم. اوكي، بس نحن عم نستضيف دورات، استضفنا بطولة آسيا، بيروت أوبن، يعني الوضع الاقتصادي والأمني خلي لي على جنب هلا، خلينا عم نحكي بأنه نحن مش انه لانه عندنا هيدا الوضع وانه عم نعمل انجاز كبير، لا، نحن بدنا نوصل لهون. اكيد نحن قادرين نوصل، نحن وصلنا. لوين بعد فينا نوصل؟ هلا انا فينا سألتها. فينا نحقق ميداليه، اكيد فينا نحقق ميداليه. وهلا هدفنا بعد 4 سنين كمان، بعد باريس 2024 لوس انجلوس. انتم عم اهل ومجتمع التايكوندو بتعجبوني اوقات، لانه دكتور ظريفه كان قاعد محل تيسيا بحلقة بيقول لي وقت اللي فقدنا الأمل وما تأهلنا على طوكيو، بيقول لي خلص نحن رايحين على باريس. أنا قلت عم بيحكي عم يعمل شعبوية، في عنا انتخابات اتحاد وفي عنا كذا. امبارح بعت لي إياهم عم بذكرني فيهم أنه أنا قلت هيك. بدي أرجع ذكرك بكرة بقاب أنه أنت قلت هيك. لاتيسيا قدو لاتيسيا قلت كمان بالاستقبال اللي صار على المطار أنه حاطة هيدا الشيء براسي. عم تحكي كلام كتير كبير، انت قدو؟ انا قدو. شو؟ قلت لك انا قدو. بتعرفيهم ليلي بدك تلعبي ضدهم ولعبيني ضدهم كلهم، كلت ربيعهم لعبيني ضدهم. اوكي. شو كان المستوى تبعهم؟ حدا كبر بالعمر، انت عم تصغري، حدا كبر منهم؟ انا بدي اقول لك انه اخر مرة لعبت ضدهم في اثنين بس خسرت ضدهم، خسرت على فرق 2 بوينتس. و في كثير منهم ربحت ضدهم كمان، يعني هو من اول خمسه تاهلوا، هو اللي من اول خمسه تاهلوا. اوكي، يعني نحن عندنا امل بميداي نرجع فيها من باريس. صح. اوكي كوتش، في جينيراسيون جديده، في جيل جديد من اللعيبه. اكيد يعني اليوم نحن ورد 24 ما صار، وبعد ري 21، لاتيسيا قد ايه صار عمرها؟ 22. يعني بعد بنشوفهم بدورات جايه، بس في حدا بده يستلم هالامانه منهم؟ اكيد في جيل طالع كثير منيح، وهيدا الجيل عم بيشوف هول الشباب ورد وري ولاتيسيا. شو عم يعملوا؟ في كمان من الصبايا، في بعد، في 100% 100%، عندنا جيل كثير 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 منيح طالع على المستقبل. بدنا مدربين، شو بدنا؟ شو ناقصنا؟ مصاري؟ نحن مدربين موجودين، عندنا مدربين لبنانيه على قدر كفاءه كثير كبيره. اكيد بدنا شوية دعم أكثر، بدنا شوية دعم أكثر. كيف تعاطى الإعلام مع هيدا الإنجاز لاتيسيا؟ مبسوطة أنت إنه حطوا هالقد ضوء عليكي، ولا كنت بتفضلي لا مش هالقد؟ أنا بالعادة ما بحب بس إنه كثير أحكي على الإعلام وبس يحطوا كثير ضوء علي، بس هالمرة ما كان عندي إنه تشويس، يعني إنه خلص إنه انفرد علي هيك، بس إنه ما زعلت. لا أكيد ما إنه اتس نوت باد. حدا اتصل فيكي مسؤولين، وزير، يمكن اذا ماني غلطان رئيس لجنه الشباب والرياضه سيمو ابي رميا عمل تويت؟ صح، اتصل فيي، اتصل فيي وقال لي مبروك. هيدا هو بس؟ هيدا وزير حدا ما في شيء منه. هي طيب لاتيسيا، هلا صار في على كتافك حمل كتير كبير، بعرف انه انت قلتي انك قدها. شو بتقولي لورد ولري اللي كانوا كثير قراب من انه يتأهلوا؟ هلا انا حكيت معه ان اوريدي، يعني بعرف اذا بدك انه قد ايه هن مقهورين،
لأنه أنا كنت بهيدا المحل من 3 سنين، وأنه أنا حكيت معهم قلت لهم أنه ما توقفوا، أنه هن بيعرفوا قديه هن، يعني أنا ما يعني منهم ناطريني تقول لهم أنه أنتوا مستوى أنه فيكم تتأهلوا على الأولمبيكس، أنه منهم ناطرين تا أنا أقول لهم إياها، هن بيعرفوا. هلا بس تلعب على مستوى هالقد عالي انه اوكي في ناس بيعملوا اغلاط، انه حدا رح يربح حدا رح يخسر، انه هيدا سبور اكيد، انه ما بعرف شو اقول لهم بصراحه، انه هيدا هو سبور، انه حدا رح يغلط شي محل. يعني اذا بدك ورد خسرت ماشي على فرق 1 بوينت مثل ما قال لك استاذ الي، على فرق ماشي، هي بتلعب انه حظ ومين بيكون مركز اكثر شوي بالفايت، وهي هي يعني هيدا سبور. كوتش تنختم معك هيدا الجزء الأول من هالحلقة المخصصة للاعبي التايكواندو، شو بتقول لوارد ولري؟ أنا بدي أقول لهم أنه ما في شيء خلص هون، بعضهم صغار هلأ البيك تبعولهم، هلأ صار عندهم خبرة وعمرهم بعضهم بيسمح لهم يتطلعوا لبعد 4 سنين لقدام. ليتيسي قال شغلة حلوة أنه 3 سنين هي كانت محلهم، يعني بركي هني بعد 3 سنين بصيروا محلها. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، كلنا أمل فيهم. أكيد نحن كمان. بدي أقول أنه نحن منفتخر بهول الأبطال يلي عم نحكي عنهم، لأنه من لا شيء عم بيعملوا شيء كتير كبير للرياضة اللبنانية، وأكيد دولتنا وزارتنا بعالم تاني. رح أخذ أول بريك بحلقة ريبلاي ونرجع نكفي الجزء التاني مع البطلين ورد سلمين وري الراعي. عودة لريبلي مع الضيفين البطلين ورد سلمين وري راعي، أهلا وسهلا فيكم. أنا بدي لكم مبروك مبروك عن جد، لأنه اللي وصلتوا له هو إنجاز للرياضة اللبنانية بالظروف اللي عم نعيشها. ورد بدي بلش معك، بعرف أنه بعد هيك خسارة على فرق كتير قليل شي بيوجع، مش بيزعل بيوجع، بس أنت بطلة وعندك ألقاب وعندك ميدايات، قديه تأثرتي بهيدا الموضوع ولا لا معنوياتك قوية ورح ترجعي أقوى؟ صراحة يعني من وقتها ما صارت ما في إنه خبي على حالي، كتير مأسرة بالموضوع، وسبيشلي إنه مثل ما قلت الفايت كان كتير قريب على فرق نقطة، سو يلي صار إنه الشخص يلي تأهل محلي منه أحسن مني أو أقوى مني أو إنه أحسن بالتايكواندو، إنه يعني لو خسرت إنه فرق أكبر يمكن كنت زعلت شوي وتخطيت، لأنه خلص الشخص بيستاهل يروح، بس إنه أنا كمان بستاهل روح، فمشان هيك صعب شوي، بس حجرب قد ما في استعمل مثل إذا بدك هيدي الإنرجي لإنه أتحمس أعمل شيء تاني، وإن شاء الله نجيب نتائج نرجع نربح إن شاء الله. بطولات تانية. ري خبرني أنت، بعرف انه عند الشباب بتكون منافسه اقوى. نعم. وبعرف انه اللي عم تلعب ضدهم هن ابطال العالم، لانه كوريا موجوده باسيا، الصين، كازاخستان، ايران، الاردن. نعم. هيدول في ميزانيات ضخمه وراهم اللعيبه، ونحن بنروح مثل ما قلت بالجزء الاول انه يلا عم نشارك بجهدنا بجهد اتحادنا نادينا. خبرني شوي قد ايه تاثرت بهذا الموضوع، وإذا هالشيء رح ينعكس عليك مستقبلا إن شاء الله؟ لا أكيد، بس إنه كلنا معكم، ونحن واللعيبة ومجتمع التايكواندو والمجتمع الرياضي ما بينسى شو عملته. نعم. هلا أول شيء نحن ولا مرة بنروح على بطولة خايفين أو عتلانين هم إنه عم ننافس مع دول قوية، قد ما كانت إنه هن الدولة دعمتهم وقد ما كانوا هن محضرين، نحن بنعرف حالنا ونحن بنعرف إنه مين ما كان بوجهنا قادرين نربحه. هذا الشيء بزعل أكثر وقت تخسر بوجهن، لانه نحن مع كل تمريننا مع كل تحضيرنا، يعني انا لعبان مع ناس اقوى منه لهيدا وربحان وربحانهم، وحتى اوقات بكون مرتاح. مش هيدي هي الرياضه؟ يعني يوم لك ويوم عليك 100%، بس يا ريت كان هيدا نهار لألك. مش أكيد. علي ثقيله للاسف للاسف. هلا معنوياتك كيف رح تكفي؟ هلا ما رح كسب عليك، معنوياتي مش عاليه، بس على طول بس يصير معي شيء بالحياه وافشل على طول برجع بطلع منها وعلى طول برجع اقوى مما كنت. برافو برافو. خليني ارجع لعندك، ندمتي على شيء كان لازم تعمليه بهالفايتات وما عملتي؟ يعني هلا اذا بترجعي بتحضري الفايت تبعك بتقولي يا ريت عملت هيك ما عملت هيك، او هيدي كان لازم اعملها ما عملتها؟
لا هو بلحظتها عن جد يعني عطيت كل شيء عندي، يعني فقت هيدا النهار وقلت انه ما حخلي حدا ياخذ هالاستحقاق مني، حاعطي كل شيء عندي وما بدي اظهر من الفايت عندي مثل ريجريت او اندم على شيء انه كان لازم اعمله. سو تاكدت من هالشيء انه ما اترك شيء ما اعمله، بس اخر النهار في حظ كمان بيلعب دور كثير كبير و كل الحياة حظ يا ولد بتعرفي انت. طب في شيء كان الاتحاد او ناديكي او المدربين بيقدروا يعملوه وبيعطي هالبوش حتى ما نخسر بهالنقطة؟ نحن يعني عن جد عملنا كل شيء بنقدر، يعني كل الناس كانوا عم بيعطوا الماكسيمم تبعهم، من مدربين لرئيس الاتحاد للفيدريشن، التمرين اللي كنا عم نتمرنه كل شيء، يعني صار لنا سنين بس اخر فتره اخر كم شهر صار انه pushing it to the limit، يعني كل يوم كل يوم كل يوم نتمرن مرتين او ثلاثه بالنهار لنوصل على هذا النهار جاهزين على الاخر. سو ما كان في شيء بينعمل اكثر. انت معنوياتك كيف هلا؟ انا يعني عم جرب اتخطى هالموضوع شوي لانه هلا بماي عندنا بطوله اسيا وكثير على بالي يعني جيب اللقب تبع بطله اسيا واقدر اطلع شوي من الاولمبيكس. انا ما قدرت اتاهل بس يمكن اقدر اعمل نتيجه بغير محل ان شاء الله. ري عن جد اليوم الرياضه بلبنان عنده كثير اشياء يعملها بين الدراسه والشغل والعائله والبيت والازمه الاقتصاديه وبده يفكر بمستقبله وكل هدول، بينما الخصوم عم تلعب معهم بس بيلعبوا تايكواندو وكل شيء مامن لهم. قد ايه هالشيء بحس بنفسكم هيك انتم عم تروحوا تشوفوا المنافسه برا، عم تشوفوا كيف بيجوا هن بيتحضروا او كيف بيكونوا محضرين؟ يمكن انت بتتمرن مرتين بالنهار، هن من على بكره العشيه ما بيعملوا شيء غير تايكواندو، وفي هيدا الدعم اللامحدود من دولهم من مجتمعهم، قد ايه بيأثر فيك سلبا هيدا الموضوع؟ انا ما بيأثر فيه سلبا ابدا. يعني هلا هو في شغله انه اوقات مش اذا كل شيء مأمن لك بده يمشي الحال، في ناس ما انه مأمن لهم شيء ابدا، وبالسبور بنعرفها هيدي بنشوفها وين ما كان، انه بيبقى واحد مبلش من الصفر بيتمرن على الطريق اخر شيء بيطلع بطل عالم. سو هيدا الشيء بيساعد اكيد، وهودي واجبات من الدوله لازم تكون مأمنه، بس مش اذا مش مأمنه نحن لازم نوقف. هيدي هي الفكرة. كيف معنوياتك هابطه وعم تحكيني هذا الحكي؟ في تناقض هون. معنوياتي هابطه لانه هذا حلمي كان وما حققته بالوقت. بس عم بيقولوا انه بعد في امل، يعني اذا طلع حدا دوبي او اخذ منشطات أكيد. بس انتم وقفتوا تمارين هلا خلص ولا لا بعدنا عم نتمرن وبعدنا ردي، لانه كمان اذا بتروح على الاولمبيكس لانه حدا دوباج طلع وهيك كمان كانك رحت على الاولمبيكس اكيد. بس الفكرة انه نحن منو اكيد هذا الشيء، يعني نحن كان حلمنا مش نروح. ايه بس انه نحن ما بدنا نيأس، يمكن كل شيء بيصير بالحياة، بس نحن كان هدفنا ما نوصل ثالثين، نحن كان هدفنا نتأهل نربح السيمي فينال ونتأهل. سو هيدي الفأسة. بس يعني مشان هيك معنويات، غير هيك لا كله منيح ومكملين بالتمرين وفي عنا غير استحقاقات، يعني ما وقفت الدنيا على الأولمبيكس، في بطولة آسيا، في عنا جراند بريات كثير سنة الجاية، في عنا بطولة عالم. معلش يعني. هلا قالت ليتيسيا، انا سالتها شو بتقولي لهم، قالت لي انه انا كنت محلهم من ثلاث سنين، كنت بهيدي الديسبسيون انه ما قدرت اتاهل. قلت لها انا ان شاء الله بعد اربع سنين شوفهم هن محلك، يعني وانت معهم اكيد، يعني تكونوا بالالعاب الاولمبيه. طريق ما خلصت وبعد عندكم قدامكم كثير، يعني انت ورد حامله ميداليات والقاب كثير وبطولات وعندك تاريخك بهيدي اللعبه. شو شايفين، يعني شو شايفين المستقبل تبعكم؟ سوري انا شاركت ب 2021 بالتصفيات وكمان ما ربحت، ورجعت كفيت من بعدها وتاهلت على الجراند بري مرتين وربحت ماتشين بالجراند بري وجبت بطوله العرب وبطوله اسيا عملت ثالث. سو حتى لو ما وصلنا على الاولمبيكس بعد عنا اهداف كثير، سو مستقبلنا ما خلص لانه ما وصلنا على الاولمبيكس. في هو هدف الرياضي انه بس يوصل الالعاب الاولمبيه ولا لا؟ هو اكيد واحد من اكبر الاهداف يعني، بس انه كل واحد عنده اذا بدك الباركور تبعه بيصير، يعني كلنا بنحلم نفس الشيء، بس في ناس بيتاهلوا على الاولمبيكس، في ناس بيطلعوا ابطال عالم، في ناس بيطلعوا ابطال اسيا، في ناس بيكون اكثر واحد مشارك بطولات بالعالم، يعني في ديفرنت ويز الواحد يوصل. انت شو حاطه براسك هلا للمستقبل؟ انا كنت حاطه براسي روح على الاولمبيكس. خلص خلصنا، طوينا الصفحه غيره. قلت لك هلا بدي اطلع بطولة آسيا. اسيا؟ ايه خلص. طيب بدي اسالك سؤال هون، هيك في شويه بحب حركش انا يعني بهول المواضيع. الباركور اللي حكيتي عنه، الاستعدادات للتصفيات، في شيء ما انعمل؟
أو كان لازم ينعمل؟ يعني معسكرات أكثر، مباريات أكثر، اتحاد ما عمل يكون شيء كان لازم يعمله، لا نادي؟ لا خليني أقول لك شغلة، نحن مع كل الريسورسز يلي عنا إياهم استفدنا من كل شيء قد ما بنقدر، يعني عملنا كل شيء فينا مع اللي عنا إياه، سو معسكر وعملنا وتمرينات وعملنا وبطولات سفرنا وكل شيء، بس أكيد لو كان عنا مثلا بيجي او دعم من شي سبونسر من دوله اكيد كان فينا نعمل اكثر. كيف؟ شو هو الاكثر؟ تلعبوا اكثر، تحتكوا اكثر؟ اكيد تحتك اكثر، تلعب اكثر، بدل ما تسافر مثلا جمعه تسافر شهر، بدل ما تتمرن مع منتخب ل ما بعرف 3 4 ايام تتمرن معهم على شهرين، يعني في قصص بتصير انه unfortunately يعني اذا عندك دعم فيك تعملهم احسن. أوكي. بس انه نحن استفدنا قد ما فينا من كل شيء عنا اياه، يعني ما استفدنا من يلي موجود بين ايدينا. اكزاكتلي. خليني اروح على اخر بريك من هيدي الحلقه ونرجع للجزء الاخير. عودي للجزء الاخير من ريبلاي مع البطلين ورد سلمان وري راعي يلي كانوا على بعد خطوة واحدة من التأهل للألعاب الأولمبية بباريس 2024. خليني بلش أنا وياكم والمشاهدين راي نشوف فيديو صغير لمبارياتك ومنعلق أنا وياك عليه. بدي أعرف هاللاعبين اللي كنت عم بتواجههم هون، هيدا الجيم ضد مين؟ ضد الإيران. هيدا اللي خسرته، هيدا اللي خسرته مع أنه كنت عم تتفوق، يعني عم شوف لقطات. هيدا مع التايبي وقت أربح التالت عليه. اوكي، شو الـ يعني اليوم انت عندك تتمتع بطول ولياقه بدنيه كثير عاليه، هيك بيقولوا عنك المدربين، الاخصام منهم هينين كمان. يعني انا على وزني بعتبر من الناس القصار. اف على هالوزن؟ نعم، يعني انا مينيموم عندي بالمترين وطلوع ضدي، انا مترو 94. اف يعني انا هون بلبنان طويل وبنافس مع ناس اقصر مني، بس برات لبنان مستوى لا، انا لازم اتمرن انه انا اقصر من غيري مش اطول من غيري. طيب بعد اللي شفته انت بالبطولات اللي شاركت فيها من اول ما بلشت تمثل لبنان، بتحس انه نحن قادرين نربح ميداليه اولمبيه؟ أكيد. ولا طب شو بدنا؟ شو كلكم بتقولوا اكيد وبنروح ما بنربح شيء؟ ما المشكله انه في شيء ناقص. شو هو؟ الدعم المادي. لانه الدعم المادي بخلينا نسافر كثير لبرا، نحن اذا بنسافر من اللي قادرين نسافرون بنسافر ماكسيموم مره كل شهرين، هيدا منه كافي. في ابطال يلي عن جد بتحقق بتسافر كل جمعتين، يا سفره بطوله يا بتسافر سفره تريننج كامب، وبس تروح تريننج كامب ما بتكون محترف. ري نحن بصراحه أكيد. انت شو بتعمل بالحياه غير التايكوندو؟ انا بتعلم بالاليو. اوكي، بتتعلم بالاليو، يعني انه تترك علمك، يعني اذا صار لك تحترف فعليا بتروح تحترف؟ هلا في او لو صار لك قبل، في اثليتس بس يكونوا بحياه محترفه بيكون عندهم دعم من الجامعه، بروجرام سبيسيال لهم، ما بيكونوا مثله مثل ما عنده سبار بحياته، بيكون اهين المنهج، يمكن بياخذ وقت اكثر، يمكن في فحوصات، يمكن بدل الفحوصات بروجيات، سو بيكون المنهج غير بالجامعه تيسهل لهم هالحياه السبورتيف. بس هيدي هي يعني انا سؤالي كان من ناحيه تانية، انه بشكل تاني يعني اذا اجت الدوله قالت لك في بلاد عربيه قريبه منا اذا بيتاهل على الالعاب الاولمبيه بيطلع له شقه وبيطلع له سياره وبيطلع له معاش كل حياته. صح. اذا ربح ميداليه بيغتني 100%. انت لو صارت لك هيدي بعمر قبل كنت عملتها؟ اكيد كنت عملتها، لانه شيء بحبه، وبالنهايه واحد بده يشتغل شيء بحبه، اذا هيدا شغله وبيطلع لي مصاري وبعيشني وبعيش عائلتي اكيد اكيد. نعم ورد، رح نشوف نحن وياك والمشاهدين هلا اول شيء دخولكم على التصفيات، وبنعلق على الفيديو وبنشوف ضد مين عم تلعبي. اوكي، وبنحكي شوي هون. هيدي وصول البعثه، هون انت فايتة عم تلعب جيم سيمي فينال، يعني هيدا الماتش للتأهل كان. اوكي، هيدا اول ماتش ضد القطرية. مظبوط. هل هي قطرية ولا مجنسة؟ ما عندي علم، بس بعتقد قطرية. بتعتقدي انها قطرية؟ لأنه بتحكي عربي. ايه، لأنه عادة دول الخليج بتجنس، في كتير دول بجنسوا هون. مظبوط. كيف كان مستواهم؟ يعني هل قد القطرية تقدموا عن بيني قطرية؟ صراحة محسنين كتير، يعني بعتقد عم بيشتغلوا كتير على الموضوع انه يصير عندهم فريق رياضيين، بس انه بدهم وقت، يعني بعدهم مبلشين. اذا مبلشين وهيك ما 100%. بس نحن بعدنا احسن.
بعدنا احسن ان شاء الله نضلنا احسن لانه وقتها بنتراجع لا بنضل احسن وقتها بيتقدم ونحن بنكون عم نتراجع لانه بتعرفي بلدنا لا البلد بيتراجع بس نحن ما بنتراجع رح نرجع على الاستوديو تنختم هيدي الحلقه معكم ليتيسيا قالت لكم ما تتراجعوا خليكم كفايين انتم شو بتقولوا لها هلا عندها مرحلة منا هينة لتوصل على باريس وإن شاء الله أنتو كمان بأي طريقة اللي كان نشوفكم بباريس كمان أنا بدي أقول له أنه يعني نحن هون حنساعدها قد ما فينا لتجيب ميدالية كيف يكون تساعدوها ورد؟ يعني أنا بصراحة تتمرني معها يعني؟ أكيد يعني بس بدها شو ما عازت تمرين رفيقة أخت دعم زعل بسط يعني نحن آخرتها فريق واحد عرفت ولازم ندعم بعض يعني نحن ما توفقنا بس هي توفقت وهلا كل شيء كلنا يعني انا صراحه انه قد ايه زعلت اني ما وصلت على الاولمبيكس اذا ليتيسيا بتربح بتجيب ميداليه بالاولمبيكس انه بنسى كل شيء يعني عاده بتعرفوا انه قبل كان في اندريا باولي يمكن كانت عم تلعب على ميداليه برونزيه على الكارد فينال على الكارد فينال وما توفقت يعني دائما بحس انه هيدا مش لطشي لك بس انه دائما البنات عم بيعملوا نتائج اكثر من الشباب لا نحن انا ما عندي مشكله هو الربح حيلا حدا لبناني شاب او بنت يعني ربح بس بضل في هيدا الايجو شوي ماشي الحال شو بدنا هيدا شو بدك تقول لليتيسيا انا بدي اقول لليتيسيا الف مبروك نحن كثير انبسطنا لها هيدا ربحها منه بس يعني على ليفل شخصي هيدا ربحها على ليفل دولي على ليفل لبنان كله بيشقلنا طلوع هيدا بيعطينا امل لنا كلنا نحن حدا شو ما عازت معنويا بالتمرين مش بالتمرين نحن هون فريق واحد بتتمرنوا شباب ضد بنات؟ ايه بنتمرن شباب بس انا ما فيني اتمرن مع ليتيسيا لانه في فرق الوزن بس الشباب يلي من وزنها او اتقل شوي فيهم يتمرنوا معه سو نحن حدا لو شو ما صار وكلنا بنتمنى لها الخير انها توصل وتجيب ميداي وانا كمان بدي اتمنى لكم الخير ورد وري ان شاء الله بنشوفكم حاملين ميداليات باسيا وبتضلوا تكونوا ضيوف عنا ونفرجي الشعب اللبناني وكل الناس انه نحن قادرين نوصل مش ناقصنا الا شويه اهتمام من دولتنا نعم اهلا وسهلا فيكم مبروك لكم ومبروك لليتيسيا هيدي كانت حلقه ريبلاي لليوم مشاهدين انا بشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده وان شاء الله نسمع اخبار حلوه انه يكونوا حدا هيك تعاطى منشطات من يلي كانوا ضدنا بركي بنرجع نعمل حلقه جديده الى اللقاء